هؤلاء هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله رب العالمين. كل طالب منهم يحكم على حدة، ثم يأتي إلى شيخه ليصح. لهؤلاء الطلاب دوي كدوي النحل في المراجعة والحفظ والقراءة والدرس. شوف، انظروا إلى القرآن الكريم كيف هو وكيف أهله، لشارع طويل ما شاء الله تبارك الله كله طلاب، ولا يلتفتون إلى الناس، شوفوا منشغل بنفسه ومنكفي على لوحه. يوم الفصل جمعناكم. يا الله كم عمر هذا الشارع بالتلاوة وكتابة القرآن، شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله يكتب بالمداد بالفحم، يضعون عليه ماء ثم يكتبون به على اللوح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الألواح تعيدك إلى زمن السلف، زمن الكتاب الأول عندما كانوا يكتبون في أوائل التدوين وفي أوائل الكتابة. انظر، والله أنا تعجبت من هذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله. يوجد لها في الآخر. عجيب، هنا موجود في نفس هذا البلد؟ ممكن نذهب إليه؟ شكرا لك. شوف الولد الصغير كيف يشيل الموية. لا إله إلا الله، والله أنك نعمة كبيرة. يعني هم ما عندهم مياه في بيوتهم، غير يجيبون المياه هذه يأخذونها من الأبر. إذا أرادوا أن يغتسلوا وأن يتوضأوا وأن يطبخوا وأن يغسلوا، ليس لهم إلا هذا البئر، يرسلون أولادهم الصغار إلى هناك فيأتون لهم بالمياه، وهذا يمشي والمياه تطيح منه. يا حبيبي الآن بدأ الفرع الثاني للمدرسة، هذا أول طالب رأينا ما شاء الله تبارك الله. أين الفرع الثاني؟ هنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو أنهم في مسجد والعلم عند الله تعالى. هذا الفرع أحسن حالا من الفرع السابق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا المسجد كله ممتلئ بهذه الألواح التي يقرأ منها الطلاب، ما شاء الله تبارك الله. الآن سنخرج من هذا المسجد، وما شاء الله تبارك الله نجد هنا أيضا الناس عند بيت الشيخ الأصلي يجلسون ويحفظون. هذا الشيخ سابع سعيد، هو مؤسس المدرسة ومنشئها، وهنا مسجده، وهذا هو بيته الذي يحفظ حوله الطلاب، وهناك أبناؤه الذين يعلمون. الشيخ زكريا، الآن هذا هو والد الشيخ سراقة والشيخ فضل الذين يدرسون هناك. طيب لماذا الأبناء ما استقلوا عن والدهم؟ يعني المكان ضيق جدا فكثر الطلاب والطالبات فانتقلوا إلى هناك. يعني الفرع الأصلي للمدرسة هو في هذا المكان. الفرع الأصلي هو هنا، وهناك فرع آخر. بما أنهم كثر. شيخنا متى بدأوا في فتح هذه المدرسة؟ هذه المدرسة ورثها من أبيه. ورثها عن أبيه. أبي. ما شاء الله ذرية مباركة بعضها من بعض. شيخنا الحبيب الغالي، منذ متى بدأتم في التدريس هنا؟ 60 عاما. من 60 عاما وأنت تدرس هنا؟ جزاك الله كل. هذا العمل الذي تتعجبون منه اليوم ليس وليد اليوم، ولا وليد الليلة، ولا وليد اللحظة، ولا وليد سنة أو سنتين، بل هو من 60 عاما، ولذا أثر فيكم. ما شاء الله بجوار بيت الشيخ سابع سكن للطلاب صغير في ذاك المبنى، هل تسمح لنا شيخنا بزيارته؟ نعم. شكرا جزيلا. ما شاء الله تبارك الله، من أمام المسجد ومن أمام بيت الشيخ الفاضل سابع يأتي سكن الطلاب. الآن ندخل إلى سكنهم لتروا ما عندهم. بسم الله. هذا الزقاق الضيق خرج حفظة القرآن، ما شاء الله هذه أول غرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، دوافور للغاز ولا شيء يرد البصر. مكان للطبخ، ألواح لحفظ القرآن، سجادة للصلاة، مصحف ولا شيء آخر. وهذه الغرفة الثانية الآن ندخلها. يا الله يا الله يا الله يا الله، والله لا شيء يرد البصر. الله. هنا كبار التلاميذ، يقول هذه غرفة لكبار التلاميذ، خلينا نشوف هؤلاء فئة البي اي بي الخمس نجوم. كل ما لهم أنها مفروشة بالحصر، لا يوجد شيء آخر سوى إناء الطبخ والألواح لحفظ القرآن الكريم وسجادة وحصير ولا شيء آخر. هذه غرفة لمن يا شيخ؟ كبار التلاميذ؟
كبار التلاميذ؟ كبار التلاميذ لم يزيدوا شيئا على رفاقهم إلا أنهم ينامون تحت الناموسية. لله يضر. والله يا جماعة ما جاء في بالي شيء إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هؤلاء هم الزهاد الحقيقيون. الله يا الله يا الله يا الله، كم تفضلت عليهم، كم امتننت عليهم. اللهم جد علينا أعظم مما جدت عليهم، وافتح علينا من فتوحاتك. وهذه ما شاء الله تبارك الله غرفة لأحد أحبابنا وهو يطبخ إفطاره، ما شاء الله عليه. الله يزيدك من وسع فضله ويجعله بالهنا والعافية. الله يجعله بالهنا والعافية يا رب. يا كان الآن الذي يأكله هذا الرجل هو ما تبقى في أواخر القدور الموجودة في بيوت الناس، يجمعه من هناك ثم يأتي ويحميه ويفطر عليه. والله عجيب. عدد طلاب المدرسة حوالي 1000. يقول لي الدكتور: هنا توجد وحدات أخرى سكنية وتريد تزورها؟ قلت: أكيد، ودنا نشوف هؤلاء كيف يعيشون. قالوا: توجد وحدة أخرى هنا. فلما نظرت إلى هذا الحجم والله ظننت في البداية أني لن أدخل إلى بيوت سكنية. انظروا إلى ضيقها وإلى صغرها، سبحان الله العظيم. وهذه وحدة ثالثة على امتداد شارع المدرسة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. صغير التلاميذ، صغار التلاميذ. هذه غرفتهم، وكل كيس من هذه الأكياس عبارة عن دولاب مصغر فيه أغراض كل طالب جاء من بلده إلى هنا لكي يسكن ويدرس ويتعلم القرآن. والله وبالله وتالله قسما بمن أحل القسم أني عددت هذه الأكياس الموجودة هنا